للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الأستاذ محمود عنبر. بداية أستاذ محمود، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن نقص للسلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. برأيك جهود الدولة المصرية وما استطاعت أن توفره من سلع استراتيجية في ظل هذه الأزمة لمواطنيها؟ خالص تحية فندم لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بداية من أزمة كوفيد 19 والتي صنفها صندوق النقد الدولي بأنها كانت حالة من حالات الإغلاق الكبير، كان الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر اختبر في هذا الأمر، لأنه لم يحدث على الإطلاق اختفاء سلعة من السوق المصري أو موجة عارمة من التضخم نتيجة لنقص المعروض. أيضا تعامل الدولة المصرية بحرفية مع الأزمة المالية العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، لم يحدث أنه تم اختفاء سلعة من السوق أو حتى حالة كبيرة من التضخم. يمكن كمان أكثر من 35% من التضخم الذي حدث هو بيصنف بأنه تضخم مستورد، يعني قادم من الخارج، وبالتالي هذا لم يكن من قبيل الصدفة ولكن نتيجة لأمرين. الأمر الأول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية، ثم حالة الحرفية الكاملة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع هذه الأزمة واللي ما زالت تتعامل بها. يمكن حتى صدور القرارات الأخيرة بفتح الاستيراد، 6 قرارات خاصة يمكن بتدور في أغلبها في تخفيض التكلفة على المستوردين، هذا من شأنه أنه بيزود ويقلل الأسعار داخل الدولة المصرية من ناحيتين. الناحية الأولى فكرة تقليل تكلفة السلعة، سواء بإلغاء أو تخفيض الغرامات التي تفرض على المستوردين والإفراج عنها، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجارية الأخرى التي تعطي مرونة في خروج السلع، كل هذا بيقلل من تكلفة السلعة وبالتالي بتدخل إلى السوق بشكل مخفض وبيؤدي إلى عدم ارتفاعها بشكل كبير. الأمر الثاني دخول هذه السلع وتبسيط إجراءات الاستيراد بيؤدي إلى زيادة المعروض من هذه السلع، وبالتالي ده بيقلل من حالة الاحتكار اللي بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. الدولة المصرية يعني سواء على الشق المالي أو الشق النقدي، لأنه من ينظر إلى هذه القرارات حيجد أنها صدرت بالتعاون ما بين البنك المركزي ووزارة المالية، فهناك اتفاق واتفاق كبير ما بين السياستين النقدية والمالية فيما يتعلق بتوافر السلع، خاصة السلع الاستراتيجية والسلع التي لها علاقة بمستلزمات الإنتاج، لأن هذه السلع هي التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التصدير وبالتالي تأثيراته المختلفة سواء على سعر صرف العملة أو على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية. نعم دكتور محمود، يعني المسؤولية مشتركة ما بين الدولة وأيضا المواطن في السلوك الاستهلاكي في مثل هذه الظروف والأزمات. برأيك ما يمكن أن يقوم به المواطن المصري لترشيد استهلاكه وترشيد نفقاته في نفس ذات الوقت؟ يعني في ظل هذه الأزمة اللي بيصنفها غالبية خبراء الاقتصاد بأنها الأزمة الأخطر والأكبر في يمكن 100 سنة الأخيرة منذ أزمة الكساد الكبير في 29، واللي أرقت حقيقة الأمر اقتصاديات دول كبرى واقتصاديات دول يمكن حجم الاحتياطي في البنوك المركزية فوق أضعاف حجم الاحتياطي في البنك المركزي المصري. زي ما حضرتك تفضلتي، التعامل مع هذه الأزمة يقتضي ليس فقط الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون من قبل المواطن. أولى هذه الأمور هي فكرة ترشيد الاستهلاك، وترشيد الاستهلاك هنا بيؤدي إلى كبح جماح التضخم وحالة الاحتكار اللي يمكن أن يقوم بها بعض المنتجين المحليين، ثم الإبلاغ عن أي محتكر للسلعة أو أي حد بيقوم برفع سعر السلعة بشكل مبالغ فيه. الدولة المصرية فتحت منافذ كثيرة في كافة المحافظات والأقاليم لتوفير هذه السلع، فدور المواطن هنا بيتمثل في أمرين: أولا ترشيد استهلاكه، لأنه الدولة تطمئن مرات كثيرة أنه هذه السلع سوف تتوافر خلال الفترة القادمة، وبالتالي لا داعي على الإطلاق لاكتناز هذه السلع بالشكل الذي يفوق الحد الاستهلاكي للمواطن،
والامر الثاني هو فكره الابلاغ عن اي محتكر لهذه السلعه او ايا من يكتنز هذه السلعه رغبه منه في رفع للتسهيل في 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 نمط ضبط الاسعار والجهود الخاصه بالدوله في ذلك، وايضا المواطن مشارك في عمليات الابلاغ اذا ما تجاوز البعض. اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد.